مش هيتصل، هيتصل مش هيتنيل، هيتصل مش هيتصل، هيتصل مش هيتصل. صدفتي يا قطتي، هو مين ده اللي هيتصل؟ خضتيني يا انتصار. مين ده اللي هيتصل؟ اعترفي بدل ما تعترفي قدام الضابط. يا اختي تنيلي على عينك، هو مش سر اصلا. طارق خطيبك اهو، قرك ده اللي وداني في داهيه، لا خطيبي ولا نيله يا ستي، كان يدوبك يدوبك جاي يتقدم لي. هو شكله هج خلاص، صرف نظر. ويصرف نظر ليه وهو اصلا هيلاقي زيك فين؟ ده لو لف اوض المدرسين دي كلها ما هيلاقي زيك. فدي عندك حق، هو هيلاقي زيي فين برضك. اه بس هو بصراحه يعني لو ما اتصلتش يبقى لا زيي، ما هي الدنيا دي اصلها مليانه، في 8 مليار ست غيري. انت شكلك كده مزعلاه وكرامتك ناقحه عليكي ومستنيه ان هو اللي يتصل. لا مش ده اللي حصل بالظبط. بصي هو انا طرقعت له، طرقعت له جامد قوي في موقف، انا لو مكانه هقول ان هو عنده حق، بس انا كمان عندي حق. وبعد كده نزلت من العربيه، نزلت وسبت له العربيه، كنت متزرزره قوي عشان هو قال لي كلام ينرفز. وبعد كده بقى ما كفايه ايه، بس 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 الرشاش ما بيفضاش، بدل ما انت يا اختي عماله تبسبسي وتنونوي كده ما تتصلي بيه وتنجزي. ايه اتصل بيه؟ لا طبعا، لا 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 اتصل بمين؟ لا طبعا مش هتصل بيه. على فكره انا ست عندي كرامه. جه من نفسه اهلا وسهلا، ما جاش هو اللي خسران، وانت قلتي كده بلسانك. ها هبقى استعوض ربنا، الله خد الله جاب الله عليه العوض. مس صدفة عايزه ايه يا رباب؟ عايزه ايه؟ انت مش مهزقاني امبارح عشان اللي اسمها فرح دي؟ وههزقك تاني وتالت ورابع وعاشر لو ما شلتيهاش من دماغك. هي مين دي اصلا عشان احطها في دماغي؟ دي نكره ولا تسوى. انا بس حبيت اقول لك ان هي كانت عند علي في بيته امبارح. علي بيت؟ هو مش علي ده يبقى البوبي فريند بتاع رندا اللي مش لاقينها؟ ايوه يا ميس هو. وانت عرفتي منين يا بت ان هي كانت عند علي؟ اصل نور صاحبنا كان عنده تمرين في مركز الشباب اللي جنب بيت علي، فقال لي يخلص ويعدي عليه. قام لقى بقى البت اللي اسمها فرح دي وهي نازله من عنده. حلو قوي الكلام ده. انجري على فاصلك يلا يلا يا رويتر. طلعالي البت دي.